أهلي شوف ولادك والبنون شوف كتيبك شوف جنودك والحشود. كل سنة وانت طيب يا أهلي. بقالك 114 سنة مليت الجو الرياضي بالأخلاق وبالرياضة وبالنتائج الجميلة يعني. عقبال مش 100 سنة، عقبال دايما يا رب لنا ولأجيالنا وأحفادنا إن هو دايما يحتفلوا بالنادي الأهلي، مش 114 بقى 1400. حاجة جميلة، مبادئ، أخلاقيات، حب، احترام، كل حاجة حلوة بنلاقيها جوه النادي الأهلي، فدي حاجة إن شاء الله ربنا يكرمنا ودايما كده ويدينا العمر والصحة ونحتفل كده جوه النادي الأهلي معاكم ومع حبايبنا مجلس الإدارة وأعضاء النادي بعيد ميلاد النادي الأهلي. قوم يا أهلي شوف ولادك والبنون شوف كتيبك شوف جنودك والحشود. أول حاجة الواحد بيترحم على الناس مؤسسين النادي الأهلي، لأن أكيد طبعا كلهم مش موجودين، إن عملوا لنا حاجة صرح كبير زي النادي الأهلي، تأسيس صح على مبادئ صح، بدليل استمراريته لغاية دلوقتي ونجاحه لغاية دلوقتي الباهر في كل المجالات. دايما باستمرار يا رب في علو وفي تقدم بأعضائه وبرئيس مجلس الإدارة، ويا رب كده في الزهار باستمرار إن شاء الله. كل سنة هو طيب، أعظم نادي في العالم كله والله، يعني وبيتنا التاني وإحنا مبسوطين جدا وإحنا موجودين، وكل الأعضاء هنا مميزين فعلا والحمد لله. عقبال يا رب العيد ميلاد 1114، والنادي الأهلي دايما نادي كبير ومجمعنا دايما على كل حاجة حلوة وكويسة، ويا رب دايما التوفيق دايما للنادي الأهلي. كل سنة والنادي الأهلي طيب، وعقبال يا رب 200 سنة، ويا رب في تقدم وازدهار ونجاح ودايما بطولات. كل سنة والنادي الأهلي طيب ومجمعنا ومجمع حبايبنا معانا، وهو اللي بيفرج عنا في الشغل وكل حاجة، هو الوحيد اللي بنقدر نرتاح فيه ونتجمع فيه ونعمل رياضتنا ونعمل حاجات كتيرة جوه النادي بالحب.